المستثمر يتحمل المسؤوليه في هذا التفاحل ولا في هذا الاعسار المالي اللي وصلت ليه المؤسسه، فعل سوء التسيير المعتمد وفعل الرفض ديال ضخ الاموال اللازمه للتخفيف من المديونيه ديال الشركه. هذا الاول. المستوى الثاني هي انه الدوله المغربيه بالاتفاقيه ديال الخصوصه وبالاتفاقيه ديال الاستثمار كانت عندها التزامات مع المستثمر، لم تتحمل المسؤوليه في التتبع والمراقبه، واليوم خاصها تقول لنا ماذا تم الاتفاق فيه وماذا تم خرقه، وكل واحد يتحمل مسؤوليته. يا وزير يا مسؤول، هادشي ماشي معقول. المسيره اليوم هي من تنظيم الجبهه المحليه للمتابعه ديال ازمه سمير اللي كيتشكل من مجموعه ديال الاحزاب السياسيه والتنظيمات الجمعويه والجبهه النقابيه ديال شركه سمير. كتدخل في اطار المطالبه باعاده الانتاج فورا داخل شركه سمير، وعلى انه هذه المعلمه ما تضيعش ما بين يدي المغاربه، وبانه التامين ديال حقوق الاجراء والتامين ديال المصالح الاقتصاد الوطني والمصالح ديال المدينه المحمديه تمر عبر عوده الانتاج ديال هذه المعلمه الاقتصاديه. النزاع اللي مفتوح اليوم ما بين الدولة المغربية وما بين المستثمر يجب أن يكون له حل في الأقرب الأجال الممكنة، لأنه الوحدات الإنتاجية تتهالك وتتصدع، ويمكن واحد النهار ما نلقاو والو في ذاك الوزين هذاك. الظرف الزمني كيلعب دور طبعا، لان قلنا بانه التوقف يعني التهالك ديال المنشات بفعل التعريه والعوامل ديال الاهتراء بفعل الهواء ديال البحر. وحنا اليوم ولينا كنستشعروا بانه كاين لوبيات اللي خدامه يعني بواحد الشكل خطير جدا من اجل التدمير ديال هذه الوحده الاساسيه. وهنا يمكن نقول بانه كاين لوبي ديال الموردين وكاين لوبي ديال العقار يلتقي من حيث لا يحتسب البعض في اتجاه ديال انه التدمير ديال هذه الصناعه اللي بالنسبه لنا كتعتبر رمزيه تاريخيه بالنسبه للاقتصاد الوطني. المستهلك المغربي للاسف ما غاديش يلمس الانعكاسات، وهذا الشيء اللي كنحذروا فيه اليوم، لانه اليوم الناس خدامين من الاساس ديال اعدام الصناعه ديال التكرير، ومن بعد الاعدام ديال الصغار ديال التوزيع، ومن بعد السيطره على السوق، وانا ذلك يطبقوا الاثمان اللي بغاو في هذه السياسه اللي دخلت فيها الحكومه بالتحرير بدون ضوابط، والمغاربه راه غادي يؤديوا ثمن عاليا.